السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بكم من مطبخي، مطبخ ده شوقي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الشاورما السوري، عشان إن شاء الله نعمل سندوتشات سوري. أنا كنت نفذت معاكم قبل كده التومية السوري من محلات السوري، والخبز تورتيلا السوري برضو من المحلات السوري الطريقة بتاعته، والنهاردة هنعمل إن شاء الله الشاورما. تمام؟ يعني انا النهارده هعملها اقتصاديه شويه، يعني ولا هنحط لها لبن ولا هنحط لها زبادي ولا لبن رايب، يعني عشان خاطر اللي ما عندوش المكونات دي ما فيش اي مشكله، وفي نفس الوقت عشان خاطر ما تسيلش وتبقى في العيش تبوشه. يعني احنا عايزينها تبقى ناشفه شويه، عشان لسه عندنا توميه وبطاطس محمره وعندنا شغل عالي قوي، هتعجبكم باذن الله. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، انا بحب انفذ الوصفات في قلب البيت، الاكل المحلات بالذات اي حاجه اولادي بياكلوها من بره مره واحده بصراحه، يعني اغلب الوقت ما بنكررهاش، عشان خاطر انا بعمل كل حاجه في قلب البيت الحمد لله. تمام كده؟ بتكون انضف، اول حاجه انضف، اضمن، اوفر. يعني هي اوفر بتبقى اخر حاجه بالنسبه ليا، وفي نفس الوقت بالنسبه لناس كتير، يعني كلمه اوفر دي بتبقى من اول الاولويات. هنسمي اللي بقى، هقطع الخضار بتاعي، هقول لكم المكونات. انا معايا نص كيلو بانيه، كل واحد طبعا حسب عدد افراد اسرته. معايا فلفل احمر واصفر الوان متفرز، معايا فلفل رومي، معايا قرن فلفل حار، فصين اتنين توم فريش، بصلتين متوسطين او بصلايه كبيره، معايا كيس مرقه فوريه، مرقه دجاج فوريه، معايا ربع كوبايه زيت او فنجان صغير زيت. نيجي بقى على الكلام الجميل ده، معايا فلفل، معايا ملح، فلفل، قرفه، بصل بودر، كبابه صيني، 7 بهارات، توم بودر، حبهان ورق لوري. انا دايما زي ما انتم عارفين بحب اشتغل حبهان ورق لوري طالما فراخ او اي طيور عامه. يعني هنسمي الله، هنقطع الخضار بتاعنا ونقطع الفراخ ونغسلها غسله كويسه. انا بقطعها الاول وبعد كده بعمل لها محلول نقع 5 دقائق كده، البانيه، خل وملح، معلقه سكر وشويه دقيق صغيرين. هخلص الكلام ده وارجع لكم. دلوقتي حبايب قلبي خلاص انا قطعت البانيه بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده، قطعت صوابع وعملت الخضار بتاعي اهو، خرطت البصل والثوم والفلفل. هنبدا بقى دلوقتي حاطين الطاسه بتاعتنا على النار تسخن، هنبدا ننزل بالزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، مش كتير عشان دي طبعا هتبقى سندوتشات، هنحط بس اللي هو يكفينا، يكفي الوصفه بتاعتنا. يعني انا مسخنه الطاسه كويس قوي، لازم تكون سخنه بما فيه الكفايه عشان خاطر المزام بتاعت الفراخ تقفل. هنسمي الله، انا مصفيه فراخي كويس، هنزل الفراخ الاول اديها صدمه كده. لازم اول ما انزلها لونها يتغير كده، هديها تشويحه كلها تاخد اللون الابيض وارجع لك. معايا كده الفراخ خلاص كلها نزلت الميه البيضه بتاعتها، نزلت ميتها اهي وخدت كلها لون واحد. هبدأ أنزل بالبصل والثوم. وصفة سهلة وخفيفة، ونعمل لأولادنا الأكل الجاهز في قلب البيت بمنتهى السهولة، مفهوش حاجة معقدة، موفر، نظيف. أهي هنسيبها تتشوح مع البصل شوية ونرجع تاني. دلوقتي معانا الفراخ بتاعتنا، البصل دبل والفراخ دبلت، الدنيا تمام. هنبدأ بقى ننزل البهارات الجميلة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بنوزعها كده كويس، ونحط كيس المرقة، مفيش مرقة فورية، ممكن نحط مرقة اللي هي القطع، يعني ما نصعبش الموضوع على نفسنا، اللي موجود نحطه مفيش اي مشكله خالص. نقلبهم مع بعض كويس عشان خاطر تتبل كلها، مش لازم ان احنا عشان نعمل شاورما نتبلها ونشيلها في الثلاجه يوم واتنين، لا مش محتاجه، الموضوع سهل وبسيط، كل حاجه ممكن تتحضر في يوم واحد. ننزل بقى بالفلفل الالوان بتاعنا، قيمه غذائيه عاليه قوي، هتعجب اولادكم ان شاء الله. بسم الله، طبعا احنا مش عايزين الفلفل يستوي 100%، يا دوبك بس هياخد تشويحتين كده وهنقفل عليه. بنروح
نروح نعمل بقى مع بعض احلى شاورما، احلى سندوتشات شاورما سوري. دلوقتي كده حبايب قلبي خلاص انا خلصت الشاورما بتاعتي، بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده زي الفل اهي، ولسه سخنه، وحمرت طبق بطاطس وقطعت خيار، وانا كنت عامله الفيديو بتاع خبز التورتيلا العيش السوري اهو بسم الله ما شاء الله، وعملت كمان التوميه، التوميه السوري الحمراء والتوميه السوري البيضه، دي سر من اسرار محلات السوري عندنا هنا، ان شاء الله باذن الله تعجبكم. هنبدا بقى دلوقتي، نبدا بالصلاه على النبي كده نعمل السندوتشات بتاعتنا زي ما احنا عايزين، ونحطها على الجريل، ونبقى عملنا احلى سندوتشات سوري لاولادنا في قلب البيت باسعار كويسه وبنظافه وبشياكه وكل حاجه جميله. دلوقتي بقى نعمل سندوتشاتنا، اثناء ما بنعمل سندوتشات انا حاطه الجريل على النار عشان خاطر ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، يسخن. بنحط معلقه التوميه كده، ناخد شوية بطاطس، كام قطعة خيار مخلل، ناخد شاورمة الفراخ بتاعتنا، سندوتش بقى جبار جبار مش قادرة اقول لكم على جماله اهو. نعمل واحد تاني، طومية بيضة، طبعا احنا هنحط التومية بره عشان خاطر اللي حابب يزود، انا مش عايزه ازود عشان خاطر ايه، لسه هتتحط على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط البطاطس. طبعا كلنا عارفين ان اخواتنا السوريين يعني عشقهم البطاطس وال مع الفراخ والحاجات دي بتبقى حلوه قوي، حابين نعملها ببطاطس بس هتبقى حلوه برضو، حابين نعملها بفراخ وبطاطس مع بعض هتبقى لذيذه. خيار مخلل بس عشان انا الخيار بتاعي حامي شويه فمش عايزه ازود اهو، هكمل بقى الكمية بتاعتي واروح نعملها على الجريل. هيبقى شكل ساندويتش بالشكل ده كده. معانا دلوقتي الجريل على النار، انا حطيته يسخن. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نحط نقطة زيت كده، الفرشة بتاعتنا مش كتير يعني، دهنة بسيطة كده، ونبدأ ننزل بالساندوتشات بتاعتنا. انا لقيت ان انا لما هقفلها من الجنب كده هتكون افضل فقفلتها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. حابين بقى تعمل لهم مدورة، مربعة، مثلثة، زي ما احنا عايزين، دي حاجة في ايدينا اهي. هنجيب بقى حاجة عشان نفك بيها، يعني مش هتاخد لحظات، يعني على بال ما نخلص ساندوتشين تاني ولا حاجه هتكون هي خلاص خلصت، انا ممكن اقفل اللحظات عشان ما ازودش عليكم في الوقت. زي ما حضراتكم شايفين كده انا قلبتها ما خدتش دقيقه واحده. هنبدا بقى نطلع الساندوتشات بتاعتنا ونكمل بقيه الكميه بتاعتنا. لحد هنا حبايب قلبي خلاص بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، خلصنا الساندوتشات بتاعتنا، الكريب السوري او ساندوتشات السوري، البطاطس بشاورما الفراخ زي ما انتم شايفين كده، حاجه فاخر من الاخر، نضيف نضيف نضيف. معانا التوميه السوري الاصلي، البيضه والتوميه الحمراء، ان شاء الله باذن الله حابين تعرفوا بقى الطريقه المظبوطه، ان شاء الله هنتابع الفيديوهات بتاعتنا ونشوف الدنيا فيها ايه. هنفتح بقى ساندوتش بقى دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد واحد حلو كده. يا جماله مش قادره اقول لكم بقى ريحته اصلا قلب الدنيا، البطاطس مع الخيار مع الشاورما حاجه كده فاخر من الاخر. نفتح واحد بقى كمان اللي هو بالتوميه الحمراء، بسم الله. شايفين يا جماعه، شايفين الحشوه عامله ازاي جوه، روعة روعة روعة، إن شاء الله كنت أتمنى إن كلكم كلكم تكونوا موجودين معايا عشان تدوقوا أحلى شاورما سوري وأحلى كريب سوري وأحلى سندوتشات، إن شاء الله بإذن الله أتمنى من ربنا إن هو يعجبكم. يا ريت بقى لو عجبكم طبعا زي ما حضراتكم عارفين ما ننساش اللايك والسبسكرايب والدعوات الحلوة من القلب. شايفين الجمال؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ الساندوتش بيتحدث عن نفسه. أستودعكم الله، ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب ودعوة حلوة من القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.